صاحب البرنامج الرياضي الجميل اللي بينور شاشة الأولى كابتن كريم رمزي. يا كريم مساء الفل. يا أستاذ شفي مساء الفل. رقم 10 ألف مليون مبروك النهارده. كل اللعيبه في الملعب كانوا رقم 10. بحييكي وبحيي أحمد ومحمد، واتشرف إن أنا معاكم النهارده. ألف مبروك للكل. النهارده اليوم كان حلو قوي، اليوم كان عظيم. زعلان قوي إن أنا النهارده مش موجود للأسف، أعراض الكورونا اللعينه يعني، بس يعني عشان نحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا يعني. أكيد طبعا. عموما النهارده الدنيا كانت حلوه قوي، انا فرحان، انا طلبت المداخله دي بصراحه عشان كان نفسي النهارده. بس انا ذاكرت يا كريم وقعدت مكانك والله. عشان انت الاستاذه. الله يخليك يا كريم. طب قول لي يا كريم بقى، انت لو موجود النهارده في الاستوديو بطريقتك وباسلوبك، مين رقم 10 اللي كانوا يعني اللي يستحقوا رقم 10 النهارده في المباراه؟ ما انا هقول لك بصراحه، اللي كانوا موجودين في الملعب النهارده كلهم كانوا رقم 10. كيروش كان رقم 10، الجهاز الفني كله كان رقم 10، الجماهير اللي كانت موجوده اللي بتسافر كل ماتش، بتسافر رايحه جايه 5 ساعات، دول رقم 10. كل الناس كانت عظيمه. سبحان الله، البلد دي فيها حاجه غير طبيعيه، فيها دايما تحس كده ايه، هنيجي عند المستحيل ونحب ندوس عليه، نحب المستحيل، يكيفنا المستحيل، نشوف المستحيل ونشتغل عليه. احنا لعبنا 120 دقيقه في 3 مباريات، مفيش فريق، مفيش منتخب ولا فريق في العالم يقدر يتحمل ده. حقيقي. مفيش حقيقي. اصلا طبيعه بشريه حقيقي. بدنيه تقدر تتحمل ده ونعمل ده. والاخر اخر دقيقه في ال 120 دقيقه احنا رايحين نجيب جول، الكره بتاعت رمضان صبحي، ايه الخيال ده؟ ايه مين محمد عبد المنعم؟ يعني ايه لاعب عنده 23 سنه صحيح يبقى بالقدرات والثقه دي؟ صحيح. ايه محمد ابو جبل ده؟ محمد ابو جبل ده من سنه كان حارس ثالث في نادي الزمالك بعد جنش وعواد، النهارده هو حارس ثالث منتخب مصر، بيبقى بديل لافضل حارس في الدور الاول في كاس الامم الافريقيه محمد الشناوي، ويبقى زيه ويعمل صحيح اداء خيالي. مش ممكن، كل اللعيبه النهارده مش طبيعيه. محمد صلاح ده ياما تهاجم والنهارده راجل وشايل الفرقه. كيروش، خلص كيروش ده اكتر واحد تحمل نقد وهجوم مش طبيعي. اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب النهارده واللي كانوا موجودين على الدكه تم انتقادهم وتم التقليل منهم لصالح لاعبين موجودين خارج القائمه، وكانوا كلهم رجاله. ما فيش لاعب النهارده الا وراجل. الناس هاجمت كيروش على البطوله العربيه واللعيبه اللي شارك فيها النهارده. بس دلوقتي كله خلاص الحمد لله، الناس شافت الاداء الرجولي. انا عندي لقطه كده، عارفه ان انت بتحب اللقطات دي، لقطه جد. محمد شريف هو طالع من الملعب، انت يعني قول هتعلق عليها ايه؟ هقول لك انا محمد شريف زعلت عليه، انا حطيت نفسي مكانه، هو عايز زينا كلنا، احنا عايزين ننزل الملعب وناكل النقيله ونأدي لاخر ثانيه. فانا محمد شريف مقدر زعله جدا وانا زعلان عليه، وانا لو مكانه كنت هزعل جدا. بس هو الامور المنطقيه الطبيعيه، هو الراجل جه في اخر دقيقتين وفكر تفكير عملي مش تفكير عاطفي. احنا دايما بنفكر بعاطفتنا، هو فكر تفكير عملي. محمد شريف مش هيشوط ضربه ترجيح، نزل واحد بيشوط ضربه ترجيح، مش هيقدر يطلع واحد من الدفاع من اللي مش هيشوط ضربات الترجيح ويحط زيزو، لا هيسيب الدفاع لاخر ثانيه. هو كان لازم ياخد من الخط الهجومي الوحيد اللي في رايه ممكن ما يشوطش ضربه ترجيح، هو محمد شريف، ونزل مكانه زيزو. ده العملي، لكن العاطفي انا زعلان على محمد شريف، وحاطط نفسي مكانه هتاثر جدا وهتضايق جدا. وبقول لمحمد شريف انت زيك زي اللعيبه اللي كانت موجوده في ارض الملعب النهارده، كنت جندي، ولو كان سامويل ايتو قال على المباراه دي حرب، فانا دايما بقول ان احنا خير اجناد الارض. واحنا حقيقي اللي عملنا النهارده مباراه كبيره، واحنا اللي كسبناها. احنا الحرب بالنسبه لنا كوره ورياضه، وكنا النهارده ما شاء الله كلنا ابطال، كل اللي كانوا في الملعب النهارده ابطال، وكل اللي كانوا في المدرجات ابطال، واللي كانوا في الجهاز الفني ابطال. حكم سيء بكل المقاييس، كان متحفزين بكل المقاييس، والحمد لله ربنا كرمنا. اللي حصل النهارده والله اشبه بالمستحيل، ثالث مباراه على التوالي 120 دقيقه، ده خيال، ده خيال ان احنا نقدر نستحمل خيال كل بس ده. والله يعني هي مصر اللي بيرفع سلاحه ويقول على مصر حرب بتنقلب عليه. فاعتقد ده كان يعني ابلغ رد على ايتو وعلى اي حد كان ما بيشوفهاش كوره، لان هي في النهايه كوره. كريم بالضبط. ان شاء الله ترجع سريعا جدا وتنور وتقدم كل اللي فرحان. نفسك فيه. انا فرحان، بهني حضرتك وبهني. عندك اي اسئله لمحمد العراقي او لفوزي؟ محمد العراقي واحمد فوزي دول اثنين نجوم قاعدين مع حضرتك، فكده طبعًا. كده حبيبي يا كريم، الف سلام عليك. يا حبيبي عراقي، الف سلام عليك. الف سلام عليك يا كريم، اشوفك قريب ان شاء الله. يا رب يخليك، ومليون مبروك. والنهارده انت معاكي فعلا اثنين نجوم ما شاء الله عليهم شاطرين، هتلاقيهم معاهم كل الكواليس الممكنه اللي في الحياه يعني. فعراقي هتلاقي عنده كواليس عظيمه، وفوزي هيقول لك امور فنيه كمان عظيمه. ما عندكش حاجه عايز سؤال كده كواليسي، حاجات كده عايز تعرفها؟
انا عايز بس اعرف من عراقي النهارده اللي كان في انفعالات، انا حسيت انه الجهاز الفني متنرفز جدا، وكنت عايز اسال عراقي وفوزي على الحته بتاعت انه محمد ابو جبل النهارده كان في دور لعصام الحضري ومحمد الشناوي ومصطفى محمد، كل اللي اتقربوا منه قبل ما يروح يشوط وضربات الترجيح، اعتقد كان ليهم دور مهم جدا في توجيه محمد ابو جبل بامكانياته الفنيه والفرديه طبعا ما فيش خلاف، بس كان الفرقه كلها ساعدت محمد ابو جبل النهارده وهو بيتصاب. تمام، انا كريم يعني هرد عليك في قصه سبب يعني طبعا عصبيه الجهاز الفني اللي فعلا كانت ظاهره جدا، يعني سبب العصبيه ديت ان هم كان جاي لهم تعليمات، يعني مش معلومات، معلومات ان فعلا جسامه زي ما بيقولوا كده جاي يخلص المباراه لصالح الكاميرون يعني، فهم من الاول خالص كانوا حاسين بده، حاسين بتربص من جسامه، فبالتالي ده كان ظاهر في انفعالاتهم. احنا يعني انا شايف ان من وجهه نظري ان هم كانت حتى انفعالاتهم زياده شويه، يعني هي حتى زادت شويه، ولكن ده بسبب ان هم حاسين ان جسامه من الحكام اللي طبعا زي ما احمد قال حتى في بدايه الحلقه ان هو من الحكام اللي بيرهبوا بيحصل له ارهاب من الجمهور، يعني بيخاف دايما من الجمهور، وكانوا حاسين ان هو متربص بيهم من اول لقطه، وده ظهر حتى في لقطه كيروش لو خدت بالك يا كريم، لما حتى يعني هو ما عملش اي حاجه خالص لجسامه ونزل على ركبته، لا جاي له بيحذره، وشفت اتكلم وائل جمعه ازاي، وشفت بعدها اتكلم محمد صلاح ازاي، فبالتالي الجهاز الفني كان قلقان من جسامه، قلقان ان تحصل امور خارج كره القدم او امور خارج الملعب ممكن تاثر على نتيجه المباراه. القصه بقى بتاعت محمد ابو جبل لاحمد فوزي العريان، انا لاحظها زي ما انا لاحظتها، انا حسيت انه في ناس كتير اشتغلوا مع ابو جبل قبل ما يروح يتصدى ضربات الترجيح. انا لو مكان دلوقتي حد وكنت رايح اكلم محمد ابو جبل قبل ضربات الجزاء هقول له كلمه واحده، هقول له بص يا ابو جبل انت المفروض دلوقتي تبقى اهدى واحد فينا، انت واحد داخل البطوله وانت حارس تاني مش منتظرين احنا نشوفك، نزلت شاركت وتالقت وعملت اسم وخليت الجمهور كله بينطق باسمك، وصلنا دلوقتي لضربات الجزاء كسبنا او خسرنا محدش هيلقي باللوم عليك، فمفترض ان انت تكون الاهدى اعصابا فينا، اعتقد ده اللي اتقال له، بجانب طبعا تحضيرات الاسماء والزوايا اللي كانت بيشوط فيها لاعبي الكاميرون واللي شفناها موجوده على الازازه بتاعت المايه بتاعت محمد ابو جبل، فبالتاكيد دوت اللي كانوا بيقولوه له قبل ضربات الجزاء مباشره، والحمد لله ان هي اتت ثمارها. عايز يعرف الكواليس، انا عارف انت عايز تعرف كواليس ازاي تم تحديد ضربات الجزاء ده، صح؟ صحيح. انا عايز اقول لك ان يعني الحضري والشناوي بالتحديد، يمكن ابو جبل كان مركز، لو انت تاخد بالك طبعا ابو جبل كان مصاب، كان مركز اكتر في تاهيله هو وصبحي، طبعا كان في يعني منافسه كبيره، ولكن ابو جبل كان عنده اصابه، وكانت اصابه على فكره قويه، وخد كورتيزون وخد حاجات عشان يتم تجهيزه، ولكن اللي اتفرغ تماما للجزئيه دي بالتحديد محمد شناوي، لان محمد شناوي انت عارف ان هو مصاب وخارج البطوله تقريبا خلاص، فبالتالي محمد شناوي كان هو المسؤول او اللي تم تكليفه من الجهاز الفني ومن عصام الحضري كمان، لان عصام الحضري كان برضو مشغول بقصه تجهيز ابو جبل او صبحي، كان محمد شناوي هو اللي مسؤول عن قصه مشاهده الفيديوهات لمنتخب الكاميرون سواء في انديتهم في اوروبا او مع منتخب الكاميرون في المباراه اللي فاتت، ومحمد شناوي هو اللي ادى كل حاجه لابو جبل وعصام الحضري بعد ما شاف عدد كبير جدا من الفيديوهات يعني. صح. طب عراقي انا بعدين يا استاذ شبكي انا عايز اسال سؤال في منتهى، يعني شفت كده انت عرفت كل حاجه من كواليس الكواليس يعني كل حاجه بعد اذنك. لا ده احنا عايزين بقى حاجه كمان مهمه جدا يا استاذ شبكي وهتهم كمان الساده المشاهدين جدا. عراقي هل امام عاشور هو الباك رايت بتاع مصر في مباراه السنغال؟ انت فاهم ان الظهير ايمن في مباراه السنغال ده هيلعب على ساديو ماني، هل هو هيكون امام عاشور ولا ممكن يكون في تفكير اخر لكارلوس كيروش؟ امام عاشور يا كريم لو مش عارف انت متابعه من زمان ولا لا، امام عاشور كان الظهير الايمن لغزل المحله. صح، برافو عليك. انت متابع ولا لا؟ فهو كان امام قبل يعني، وعلى فكره هو لعيبه شويه مع الزمالك كمان. ولعيبه مع الزمالك فعلا بس في الاول، ممكن كمان يبقى زيزو برضه لا زيزو لا مش هيلعب باك رايت، هو امام عاشور هيكون هو طبعا متاح، بس هو اللي هيكون باك رايت يعني بنسبه فوق تتخطى فوق 80% هيكون امام عاشور اكيد. وكده كمان كريم انت وديتنا لمباراه السنغال اللي اكيد لازم هنقول برضو بعض اللقطات والملامح اللي ممكن نتخيلها عن المباراه دي. انا بشكرك يا كريم. انا بشكرك يا فندم، دايما تبقى يعني الى الامام والفرحه حلوه، وفريق التاسعه كله ايا كان وكل القناه الاولى النهارده سعيده، رقم 10 هيفضل رقم 10 ناجح. اشكرك جدا كريم رمزي. الف مبروك الف مبروك. اشكرك يا كريم.